الهلال يستعد للتتويج، يستعد لرفع الكأس، يستعد للاحتفال، يستعد لتدوين رقم جديد، رقم آخر. نعم نعم هذا الهلال، نعم الشلهوب ياسر القحطاني مع معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة، والهلال بطلا للدوري السعودي للمحترفين للمرة 15 في تاريخه، رقم قياسي في تاريخ الزعيم. من غيرهم الزعيم وأرقامه الكبيرة؟ من غيرهم الزعيم وأرقامه التاريخية؟ الهلاليون يتوجون أبطالا لهذا الموسم من جديد وللمرة الثانية على التوالي بالنسبة للهلاليين في هذا اليوم الكبير في ملعبهم الجميل بعد عرض مثير بعد ليلة كبيرة. وبالتأكيد ألف مبروك للجماهير الهلالية، أولا لإدارة نادي الهلال لنواف بن سعد كما يلقب الهلاليين بوجه السعد، نواف بن سعد الذي اتخذ قرارا صعبا حاسما جدا بإبعاد رامون دياز وإعطاء الثقة لإخوان براون، كان قرارا صعبا ولكن في الأخير الهلال توج باللقب. أيضا مبروك لبقية النجوم اللي توجونا في هذا التوقيت، مبروك لأسامة حوساوي اللي يرفع الكأس عاليا وقد رفعها مع الهلال وأيضا رفعها مع النادي الأهلي، مسيرة كبيرة جدا لأسامة حوساوي. يا لها من صورة ويا لها من ليلة ويا له من هلال. الهلاليين يحتفلون بالبطولة 15 على مستوى الدوري، 15 مجدا بتوقيت الهلال، تاريخ يكتب بماء الذهب. أمامك الصورة وياسر القحطاني مع بقية النجوم يحتفلون بهذه الليلة الكبيرة، بهذه الاحتفالية الكبيرة، بهذا اللقب الجديد في تاريخ الهلال وهو الرقم 15 الأكثر تتويجا على مستوى الدوري، الأكثر تتويجا على مستوى بطولة كأس الولي العهد، الأكثر وصولا للمباراة النهائية في دوري أبطال آسيا.